لطالما حرص مهرجان أعياد بيروت بدوراته السابقة على خلق أفكار جديدة وتقديم مادة فنية متنوعة ضمن برنامجه السنوي. ومن هون قدم المهرجان بدورته الحالية اللي بتحمل الرقم 7 برنامج فني منوع تخلله العديد من الألوان الغنائية العربية والأجنبية. أما حصة الشباب بأعياد بيروت هالسنة فكانت محفوظة بعدة أمسيات، بين ليلة خاصة طل فيها النجم السوري نصيف زيتون على محبينه، وأغاني شريكة نجاح المهرجان واللي بتتخطى بدور الرعاية الإعلامية لتكون عنصر أساسي أيضا بتنظيم هالحدث، كانت بدأت بمواكبة التحضيرات من بدايتها. لحظة شوي، خليني بلش قبل بشغلة. خليني شوف المايسترو مين عند مين بدك من الفرقة. بده يوطي الكيبورد عنده على المونيتور تبعه. شوي بالذات بس كنا بغني هيك فالت تقريبا. هيدا كله ماشي خسرة كل شيء الطريقة. بدأت البروفيت لحفل نصيف بواجهة بيروت البحرية، فرغم الطقس الحار جدا فرقة نصيف الموسيقية قامت بالبروفة الأولية، ولكن المسرح ما كان جهز بكافة تفاصيله، فاستغل الزميل فراس حليمي الموقف وبدأ لقاءه مع نصيف من هالمكان اللي رح يشهد على نجاح جديد. شايف هذا المسرح؟ يعني لو في بعد عدد كراسي قدهم كانوا عبوا. أوكي. انت محب كاتين. انا محب ولا الناس بتحبك؟ انا عم بنقول لك الناس قد ايه بتحبك. شكرا لله، لا الحمد لله حفله. اوكي انا بكفيني انه انا عم بعملها بالمدينه القريبه كثير على قلبي، مدينه الانطلاق اللي بلشت منها، يعني بلد الانطلاق انا بعتبرها بيروت. بكفيني اني اكون مع كوكب من الفنانين اساتذه سبقوني بكثير من الزمن وبالفن، وبكفي انه انا انحسب معهم هيك بحفله. من سهرات اعياد بيروت. الحمد لله ان شاء الله نعمل حفله اليوم حلوه، وانا هذا حقي بيكون واصلني صدقني قد ما عبينا. وهي بكفي انه يكون انا هالشخص المتواضع البسيط هالاول سنه، خليني اقول ان شاء الله نعمل حفله حلوه باذن الله. الجدية كانت واضحة على نصيف أثناء التحضيرات، فطلباته كانت كتيرة وملاحظاته لفريق عمله ولا الفرقة الموسيقية أيضا. طلب عادة بهالمواقف يعني قبل الحفلة هيك بكم ساعة بالبروفيت، شو الأشياء بتكون حريص عليها كتير عم تطلب أنها تكون معمولة A B C كذا؟ بس غير شيء طف شو اختير لك الصاروخ. أنا متلاقي فنان يعني بنجي بنعمل البروفا مزبوطة، بكون نعمل ساوند تشيك، أمن على صوتي على الفرقة، الأمور كلها طبيعية يعني، مش هالشيء طبيعي يا أخي بالعكس. رغم التعب ابتسامة نصيف كانت واضحة خلال البروفا، ولكن الإرهاق ببعض اللحظات غيب عن وجهه، فنصيف من منتصف شهر تموز وحتى انتهاء الأسبوع الأول من شهر آب كان عنده حفلات بشكل يومي ودون توقف بين لبنان، تونس، الأردن، سوريا وغيرها. من 22 ل 5 سالك عم تغني بشكل يومي. أوكي. وبمهرجانات معظمها دولي ومهرجانات كبيرة بين تونس، بين الأردن، بين سوريا. اليوم بيروت وسوريا طبعاً. قلعة دمشق عملنا أول امبارح،
امبارح عملنا ب بصور كنا امبارح بصور واولت امبارح بالفحيص عند البركاشن افتح ليك عملنا كمان 7 مهرجانات بتونس 8 حفلات بتونس قبلها بأرمينيا. شو بدي الله الحمد لله والله نعمة الله بيعطيني أكثر ما بستاهل. أثناء هاللقاء السريع لاحظنا رغبة نصيف بالحديث، وهربا من حرارة الطقس اللي زادت درجته عن 33 قررنا ننتقل من المسرح المكشوف لغرفة نصيف الخاصة بالكواليس، وتبعنا اللقاء بالحديث عن النجاحات الأخيرة وخاصة لشهادة مسرح قلعة دمشق اللي بتعني كتير لزيتون. نصيف كنا عم نحكي عن النجاح اللي عملته بقلعة دمشق ونجاحات سوريا كتير آخر فترة، بس هاي الحفلة إلها خصوصية بالنسبة لك، بشو بتتميز؟ أنا هيدي الحفلة كانت بخصوصيتها أنه كانت بقلعة دمشق، أنا واللي أكتر هيك أنا مبسوط فيه أنه أنا أول حفلة بحياتي عملتها في راس كانت بقلعة دمشق، أول مرة بطلع مسرح حفلة خاصة لي كانت أنه كانت بقلعة دمشق سنة 2010، وهلا رجعنا بعد 8 سنين عملنا بالقلعة كمان مع نجوم وفنانين، يعني مهرجان بضم خلينا نقول بعد 3 نجوم، استاذ مروان خوري واستاذ حسين الديك والاستاذ ملحم زين، يعني كمان مهرجان انا مبسوط فيه لانه هيك رجعت الحياة لدمشق، بترجع الفرح والحياة والأمل، وبالأخير مهرجان بنص وسط خلينا نقول دمشق العاصمة، أنا هذا الشيء كتير بيعني لي وبيشرفني أن أنا عملته من كم يوم. هالمسرح سبق وطل علي زيتون عام 2010، وبوقت خاض تجربة الغناء أمام الجمهور لأول مرة ليعود بعد 8 سنوات للمكان نفسه، ولكن هالمرة مع طعم آخر ونجاح كاسح. إن شاء الله هيك ترجع البلد تنبض الحياة فيها أكتر وأكتر، وأنا برفع راسي بسوريا بوقت الأزمة بوقت الفرح وبوقت الزعل وبأي وقت، بس كمان بحب شوف حالي فيها بأيام السلم وبتغنى بجمالها وبجمال شعبها وقت هيك الرخاء وترجع الحياة الطبيعية. أنا بدي أزعلك بس، هل كانت مبارح بحفلة دمشق في حدا كرستو فاضي على المسرح كنت حابب يكون موجود وعم بيشاركك هيدا النجاح اللي أنت بالماضي بس عشته؟ أكيد كان حاضر بأول حفلة إلك، هل بهالحفلة كانت الكرسي فاضية؟ شو بدي لك، أنا بتمنى دائما، كان بتمنى يعني شو موضوع انه شو بده يحكي الواحد. الحمد لله نشكر الله، الله بياخذ الله بيعطي والله بياخذ، يعني هي اراده الله. و بس انت واسع قد ايه كان فخور فيك؟ بقول له انا مشتاق له، بس مشتاق له وان شاء الله يكون هيك بمكان احسن من اللي نحن فيه، وانا عندي ملاك في السماء الله يرحمه. تاثر نصيف بالحديث عن والده الراحل الياس كان واضح، فالى جانب الم الفقدان نصيف عم بيعيش وجع اخر، وهو رغبته القديمه بمشاركه والده بنجاحاته الانيه، الامر اللي وقف في القدر عائق امامه. الله بشاركني ومثل ما ربانا انا واخواتي الحمد لله ماشيين، و والله يرحمه، ما كتير بعرف استفيد بالحديث يعني، الله يرحمه. نجح أبو الياس بإخفاء دمعته رغم الغصة الواضحة، ونحن بدورنا ما حبينا نحزنه أكتر بهالنهار اللي مفروض يكون الفرح عنوانه العريض، ففضلنا قطع اللقاء باستراحة بسيطة بالوقت اللي الجمهور كان بدأ بالتوافد لواجهة بيروت البحرية، وكل فرد منهم كان جاي من منطقة معينة والهدف معين. من وين جايين لتحضروا نصيف اليوم؟ من السبتية بيروت. بحبه كتير بس نو كفنان يعني. جيم بوكو نسيف و جوسوي فنيو سبيسيالمون بور لوي بور اسيستي ا سا سواري. قلو بحبك كتير 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 كتير. انت عن جد ماي ايدل، بحبه كتير كتير. كمان نحن بنحبك كتير وجينا نترابلس لنشوفك. انا جاي من امريكا. سوق مكايل. جاي من البرازيل. نترابلس. نحن اساسا من الشمال بس جايين من دبي. نشحين اقليم الخروب. والله جاي من جنوب. أنا من قطر. sono arrivata dall'Italia per guardare questo concerto e a me piacciono tanti tanto i canzoni di Nasif Zaytoun. جاي من جدة أحضر نسيف زيتون وعيد بيروت خاصة. Wir sind gekommen aus Deutschland um Nasif Zaytoun zu gucken. كل أغاني بحبها، مش عم تزبط معي كتير بحبها، ويا قمر نزال أكيد. كلهم حلوين بس أحلى وحدة قد وقدود. كل الأغاني تقريبا قد وقدود أجمل وحدة. كل أغاني بحبهم كتير بحبه، إيه بنسمع له كل أغاني.
ان شاء الله تكون حفله حلوه وهيك ننبسط كلنا. شو ما صار عليك انا حدك موجود. انت يلي بعشق فيك كل شي بتكرهيه. جوزت حدودك انا قلبي جوزت حدودك. حتى نقصك كامل عندي بشوف حالي فيك. We love you نصيف. هالأغاني وغير نصيف كان حريص على تقديمها خلال حفله، وبتمام الساعة 9:30 استعد للمسرح. ولكن قبل كان في موعد مسبق ضربه نصيف مع بعض معجبينه اللي فازوا بمسابقة ميت اند جريت عبر إذاعة أغاني أغاني، فزاروه والتقطوا الصور التذكارية إلى جانبه، والزميل ألان صالح كان حريص على رصد هاللحظات أيضا. أدي قلبكن عم بدق؟ لا هلا هيك. عبنو هي سولي اليوم. ثانك يو. قديه حلوه علاقتك مع الفانز؟ كثير كثير منيحه الحمد لله نشكر الله. يعني عالم بتحبك شو بدك تعمل. احدى معجبات نصيف ما قدرت تسيطر على نفسها وبدات بالبكاء فور دخولها لغرفته. ليش عم تبكي؟ لأنه عن جد you are my idol نصيف. بعد هاللقاء السريع مع معجبينه نصيف التقى أيضا ببعض الزملاء الإعلاميين فقال التحية عليهم وعلى كافة الوسائل الإعلامية اللي حضرت لتغطية السهرة. أنا شاب طموح إن شاء الله صير يوما ما بالصفوف الأولى، بس هلأ نحن عم نعمل اللي علينا إن شاء الله. المهم هو هذا، أنا بشوفها اليوم الحفلة بين الأساتذة هي مثل تيست خلينا نقول أو اختبار، إن شاء الله نكون هيك نقطعه ونعمل اللي علي أعمل اللي علي وبإذن الله جاي الأيام. بعد حديث مقتضب مع الإعلام تم تقديم نصيف على المسرح بطريقة مبتكرة عم يعتمدها المهرجان بدورته الحالية، وأثناء تقديمه نصيف حب يلقي نظرة على جمهوره ويطمن على حفله. اعتلى نصيف المسرح ليبدأ معه حفل شبابي بامتياز قاربوا حاضرينه 3000 شخص. لا بد يحسب ولا فك لا بيقدم ولا بيأخر بعد ما حبي صبتيني بقلبي صبتيني أصلا عندك جبتيني ما حسي. لا بد يحسب ولا فك لا بيقدم ولا بيأخر بعد ما حبي صبتيني بقلبي صبتيني أصلا نصيف أجمل أغنيته وحرص على تلبية كافة الطلبات فتنقل بين ألبومه الأول والثاني والأجواء كانت حماسية بامتياز. أنا مش عم تزبط معي أعشق غيرك لا والله مش عم تزبط معي الله 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 ماشي بدم الشريان ساكن خلايا عقلي نسيني حتى النسيان حقيقة لمستها بإيدي شفتها بقلبي وعيني يمكن جن ويمكن موت أما إنسى ما في وشو ما صار علي أنا موجود 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 شو ما صار علي أنا حدك موجود كل الأوقات أنا بالعودة لأجواء الكواليس كنا سألنا نصيف عن تقييمه لنفسه بين نجوم الساحة الفنية، فهل وجوده بأعياد بيروت إلى جانب أسماء كبيرة كوائل كفوري إليسا ونانسي عجرم بيعني أنه أصبح نجم صف أول مثلهم؟ موضوع الصف الأول أنا برأيي يعني أنا بالأخير
بمشي حسب قناعتي. العالم شو بتحطك أنا بتشرف وين ما بيحطوني بأي مرتبة، بس أنا قناعتي الشخصية بتقول الصف الأول شوي بده مسيرة بالعمر وبالفن يكونوا متوازين بالنجاح. يعني أنا خلينا نقول عمري الفني منه طويل كتير، ورصيدي الغنائي كمان منه كبير كتير، ما فيني يكون أنا نجم صف أول ويكون الأستاذ والسوف صف أول، ما فيني أنا أكون صف أول وأستاذ وقال كفوري صف أول. يعني أول شيء منكون عمل لحظة، لا بالغرب شيء تاني، أنا عم نحكي عنه بالغرب موضوع النجومية بغير طريق وبغير أسلوب. موضوع تراك يمكن يطلعك على السما، في عالم عنده صار 4 بليون من غنية وطالعة جديد ما خص، بس نحن عم نحكي بعالمنا العربي موضوع الاستمرارية بنجاح. هذا الشيء أنا بتشكر الصحافة عليه، بس بحطني بخانه شوي كمان. يعني في عالم بتفكر مثلي بيقولوا يلا نروقه عليه شوي ماد ولسه شوي طالع، وما حلوه بحق الفنانين الكبار انا بشوفه. يعني انا بعتذر منه الاساس لانه هيدا من محبه الصحافه، بس فعليا بدي شوية عمر. سألني السؤال بعد 15 سنة يكون مستمر بنجاح، بالله خي ايه حقي انه انا صار لي 20 فرضا 20 سنة هو. حديث عن مقومات فنان الصف الأول، فراس حب يعقب على الموضوع ويناقش العوامل الفعلية اللي بتخلي الناس تعتبر الفنان من الدرجة الأولى. هي لعبة المسيرة، بس لعبة الحفلات المحتملة، لعبة الفيورز عبر السوشيال ميديا وعبر اليوتيوب، لعبة الأغاني الناجحة كمان، لعبة أنه إذا أنت واصل لكل مكان بالعالم العربي. لنكون صريحين، يعني يمكن في عالم ما بتعرفني لأنا بعد في لعبة بيني وبينك مخفية ما كتير نحكي فيها بالقلب، لعبة اللي منعرفها نحن بالوسط الفني، لعبة الأجر تبع النجم اللي اليوم صار نصيف زيتون بفترة قياسية أجره مضاعف عن بعض النجوم اللي صاروا 20 و 30 سنة عم بيغنوا عم بيقدموا فن. يعني وهذا الشيء واقع، هيدا بترجع لشطارة المنتج الإنتاج ودارة الأعمال، بده يطلعوا مصريات خير. لا انت مش عم تطلع يعني. انا مبسوط الحمد لله، بس انه كمان كم مليون صار، كم مليون صار لسه انا نجم الملايين، بس ملايين العالم والحمد لله. هيك بلولي دولارات بعد، لسه دولارات بعد ان شاء الله. الله كريم الله كريم. وبالفعل نصيف أصبح محاط بمحبة الملايين، فأثناء حفله على مسرح أعياد بيروت الجمهور ملأ المقاعد داخل الحفل، بالوقت اللي بعض الحضور أصر على عدم تفويت الفرصة ومتابعة زيتون لو من خارج المهرجان. مبروك عليك وعلي، انت صرت مني وفي، قالوا ما في فرحة بك ما كنت وصرت بنت. أنا بيشرفني إني أكون بتونس للمرة الثانية بالمهرجانات. السنة الماضية كنا عملنا قرطاج وعدة ولايات، والسنة عملنا العدة كمان ولايات رجعنا عدناها في ولايات جديدة. كانت أنا بالنسبة لي أنا بتشكر الشعب التونسي على محبته، على كرمه، على عنده كرم رهيب. أنا كثير بقوله عندهم كرم بالتفاعل وكرم بالعطاء على المسرح. يعني أنا بصدقا تعبنا يمكن من التنقل، بس من التنقل بين الحفلات، بس صدقا التعب بالحفلة أنا إذا كان في شوي بيروح، لأنه الجمهور التونسي رهيب بيغني نص الحفلة يا زلم. أنا بتشكرهم ودائما بقولها بتمنى أني أرجع ألتقي فيهم بالسنوات القادمة، وإن شاء الله ضل عند نفس المستوى أو أحسن لضلني ارجع زور، لانه هالبلد مفضلة على 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 علي وعلى راس يعني على المستوى الفني. وعندي انا بتموت فيي وبتحلى من كلمه مني، عندي انا سهل علي بغمزة عيني، باخد منك شو ما بدي من راسها. عندي انا بتموتي وبتحلى من كلمه مني، عندي انا سهل علي غمزة عيني، باخد
العودة لمسرح أعياد بيروت كان لابد من تقديم نصيف لتيتر مسلسل الهيبة الرمضاني مجبور، لكنه أصر على تأدية هالأغنية مع الممثل عبدو شاهين اللي كان حضر خصيصاً لمشاهدته بها الليلة. طلع شرف شرف عند اليوم شرف. شوفوا مين أقوى. أنا بعرف عندي ماضي نقط سوداء ما بتنعد مني عامل أشياء ما اسمع عنها بعض. بعرف عندي ماضي نقط سوداء ما بتنعد وإني عامل أشياء ما سمعت عنها بعد. أكتر ناس إن اللي حبيتني لما تحطي أحرف حبنا نار. أكتر ناس يا الله جديد. نصيف الغنائي عم يتساءلوا عنه كتار، فالألبوم أصبح تقريباً جاهز، وزيتون خلال اللقاء كشف عن بعض المعلومات حوله. سمع أغاني خلصنا، هلا بمرحلة التنفيذ والألبوم واقف علي لحط صوتي عليه صراحة، يعني الموزعين كله شغال، كل أمور بخير، بوجه لهم تحية لكل اللي عم يشتغلوا معي، ما رح أذكر اسم هذا لأنه بدي أنسى لأنه كتار، الأغاني كتار هالسنة، إن شاء الله يا رب بنعمل ألبوم حلو، بتخيل الألبوم بين شهر 10 و 11 و والله يقدم لي في الخير، إن شاء الله أكون دائماً عند حسن المستوى. أنت يلي بعشق فيكي كل شي بتكرهي حتى نقصي كامل عندي بشوف حالي فيه. أنا والله هيكين ما بيعني بشي. نصيف على تقديم أغنياته الخاصة بكل حفل بعيداً عن أغاني سواه، مع وجود استثناءات بسيطة مثل أغنية الختام اللي اختارها من أرشيف الفنان الكبير إلي شويري. اكتب اسمك يا مدار عالشمس الماء أبو الياس جمهور أعياد بيروت واتمنى أنه يجمعوا معهم لقاء آخر خلال الدورات المقبلة ليتابع موسمه الصيفي مع محطات كتيرة كان بيروت هوليديز أبرزها هالعام، وقدر أثبت من مسرحه أنه الإصرار والعزيمة والاختيارات الصائبة بتقدر تخلق كل الفرق وتجعل من أي موهبة يافعة نجم حقيقي. على أي أساس فرد فيك؟ على أي أساس بده يغلى عمري علي؟ على أي أساس ما بده يروح يعطيك؟ على أي أساس ممكن إني فرد فيك؟ على أي أساس بده يغلى عمري علي؟ على أي أساس ممكن إني فرد فيك؟ على أي أساس بده يغلى عمري علي؟ على أي أساس كتير حلوة الحفلة.